هذه أحلى حاجة. ماغو نفس السؤال نفس المكان. ماغو يمين ولا يسار؟ ماغو ده يمين هاي. لو نص يعني. هاي كيف حالكم؟ اهلا بكم في الفلوج الاسبوعي. كل ما نطلع ان شاء الله كل ويك اند نطلع في مكان حلو حنصور وحناخذكم معايا. طبعا في الاسبوع هذا معايا اختي. قولي هاي لليوتيوب. هاي. لا صوت عادي. هاي. قولي هاي لليوتيوب. هاي. اوكي. هاي. فحناخذكم طبعا المول هذا انا نحبه الصراحه. حنصور لكم فيه. والجو اليوم يجنن. شوفوا كيف السحاب. اوكي الجو اليوم يجنن. سحاب وقدامي في بحر. فحنصور لكم وحناخذكم جوله معايا. الشمس خفيفه مش واجد اليوم الشمس. فنمشوا توا ننزلوا للبحر ونصوروا صور للانستغرام وبعدين نكملوا. يلا باي. اليوم حنجرب كافي كوستا. فتو وقت نختاره يعني حنجربه اي نوع. نجرب حاجه صيفيه. شو رايك؟ فلات وايت. في عليه رسمه حلو نيوان. هيا رجو. فلات وايت وايس وايت موكا. اوكي تعالوا نطلبوني. آيس في عندهم سويت. الله شكله حلو هذي. أحسن حاجة. تخيل إنه من صوت طلب. حنجربه هذا فلات وايت وهذا الايس وايت موكا. هذا فلات وايت. هذا الفلات وايت. ممكن لا خلاص تمام. اوكي لقطة التذوق. عادي زي اي كافي كابتشينو عادي جدا. فلات وايت حليب اغلب. حليب اغلب من الكافي. تشينج عادي. قولي رايك فيها وقولي رايك في الايس. اوكي بالنسبة لتجربة الكافي يعني عادي طعمتها زي يعني زي طعم القهوة في الكافيهات كلها. بس الحلو هنا
المكان صراحة. إطلالة المكان حلوة، هادية، هواء وبحر وسحاب. شو الناقص مزين؟ الوجه الحلو. الوجه الحلو. فأحلى حاجة الصراحة هو المكان هنا. فأنا جيت هنا، لما جيت هنا عجبني المكان أكثر حاجة الصراحة. بس والله تخيل التشكيلة كلها عليها تخفيضات، يعني كلها من 35 إلى 15 و10. واو. طبعا هنا الصبايا والبنات حفلة اكسسوارات. فوت سريع يمين ولا يسار؟ يسار ولا يمين؟ هاي شعر؟ مهم منك ولا مو؟ بعد الكومبون واو. نزلنا هنا برا علشان نشوف الغروب، لأن خلاص تو قريب تغريب الشمس. بالمرة نستمتع بجو البحر. موسى فقد الشغف، باين عليها تعبانة هيك مسكينة. لا لا فيها فيها حاجة، ربي يشفيك. زي تبين الاثنين بس هي مشت. روحي الله معك. شو رايك في الطلعه معي؟ من قبل سالت مروه نفس السؤال نفس المكان. مروه قالت هب انت شو رايك؟ لا الصراحه اليوم الحمد لله يعني كان حلو، انبسطنا فيه. والمول هذا لي تقريبا ممكن سنه ونص ما جيتش يعني، فلما الحاجه تقعد فتره طويله ما تجيش بعدين تجي تحس روحك اشتقت لها، او اشتقت تحس روحك اشتقت للمكان. وبس والله شنو هو شنو تاني صراحة احلى حاجة من هنا البحر، هذه احلى حاجة لما تطلع المكان وتشم فيه ريحة البحر. انا شخصيا خلاص تغير مودي، يعجبني المكان. احلى حاجه في المكان هنا بحتشم فيه مجموعه بسابيس، وما شاء الله يعني الناس حاطين لهم اكل. هذه تقريبا امهم، هذه امهم. وهنا في جروب مع بعضهم، بس الوان حلوه سبحان الله. اليوم ناوية اني نستنى غروب الشمس علشان نتفرجوا عليه اولا ونصوروه ثانيا. الساعة كم تغيب؟ نص الساعة الربع.
حنا المغرب يأذن 8:30 يعني. الساعة 4 تغيب. الغروب أنا. الله يلا. عادي مش مشكلة استنوا. ما تنسوش طبعا لو تفرجتوا على الفيديو عجبكم الفلوج اليوم لايك والاشتراك في القناة. تلاقوا ان شاء الله فيديو جديد.